ان شاء الله. لا بجد ربنا معايا ان شاء الله، كلنا هنقف جنبه وكلنا لازم ندعمه. صعبان، هو طفل صغير ووقع في بير، واهله هتلاقيهم دلوقتي منعرين بسبب اللي حصل. احنا دايما معاك يا ريان، ومش المغرب بس، كل اخواتك مصريين والعرب بشكل عام دايما بندعي لك. النهارده والله العظيم كان صلاه جمعه، وقلوبنا كلها معاك يعني. ربنا يا رب يرد على خير يا رب ويطلع بالسلامه. عرفتها من يعني طريق القناه دي، كانت عرضها وانا كنت بالصدفه كده بتفرج، ففتحت لقيتها فبكيت والله على شفتك. قالوا ما تخافش واحنا في ظهرك وان شاء الله هنحاول نطلعك وهتبقى تطلع كويسه ان شاء الله. والله انا شفت الموضوع على الفيسبوك من 3 ل 4 ايام اللي فاتوا، وبصراحه شدني الموضوع جدا، لان انا يعني انا كأم اتضايقت قوي يعني، انا حاسه بمامته بصراحه يعني. وبعدين ده طفل واقع يعني على عمر 32، دي حاجه تخض في حد ذاتها، دي صدمه طبعا. واحنا كنا متعاطفين معاه ان حاجه زي كده، طفل صغير مساحه صغيره ما كانش ينفع تتساب بالمنظر ده، لازم كانت تتقفل او تتعمل حاجه يعني، بس مش اكتر يعني. هو ان شاء الله ربنا يتفكر عليه ويرجع بالسلامه، وطمن مامته عليه وطمن الشعب كله عليه يا رب. تفاعل شعب فلسطين تفاعل كبير يعني، بفتح على شبكه التواصل الاجتماعي بشكل عام، فيسبوك انستغرام، كثير بشوف الناس كثير بتنزع عن هذا الولد. ان شاء الله ربنا ان شاء الله انه بيطلع من هاي الازمه وبيطلع من الحفره وبرجع لاهل السنغال ان شاء الله رب العالمين. طبعا احنا بالنسبه للموضوع الولد اللي في البير في المغرب، الكل بيترقب في الاحداث والكل مسموم بدنه للامانه من الصبحيات او حتى من يوم الثلاثاء، من يوم ما صار الحدث اللي صار، والكل لانه ابن المغرب ابننا زي ما ابن فلسطين ابن المغرب ابن تونس، احنا كنا شعب واحد، وانا اب لسبع اولاد. اللي عنده ولد برضه يتابع له، بس غلط انه حفره زي هاي، ممكن من البلديه ممكن، حرام. تألمنا لما شفنا الاشي زي هاي، الكل بتابع من صغير على كبير يعني. احنا بنقول الله يعينه ان شاء الله بيطلع بالسلامه يعني. احنا درينا منه عن التواصل الاجتماعي ان شاء الله بيطلع بخير يعني، احنا بنامل ان شاء الله يكون بخير. نتمنى ان شاء الله يسلك على خير ولي لامه وباباه، والله باسكو كاع رانا متاثرين به، وهذا راك يا خونا راك فاهم، والمروك مخاوتنا. نتعاملوا مع كانسان، ما نمشوش للجانب السياسي، نمشوا للجانب الانساني. احنا هذا الطفل مهما كان طفل رانا معاه. ان شاء الله نتفائلوا الخير كما يقولوا، ان شاء الله يتجبدوا حي وراهم يديروا في لي زيفور ديالهم، وان شاء الله ربي يصبر يماه وباباه ولا فامي ديالو، وان شاء الله فيها خير. هذا طفل صغير مسلم ضاع طاع في البير، ان شاء الله يجيب ان شاء الله يخرجوه في اسرع وقت ويخرجوه حي يعني بنفس الاحساس. انا واحد من الناس تكلم معايا، انا زرت المغرب وعشت تما 6 شهور يعني، ورفدوني شغلت تقول لهم جزائري يزيدوا لك حاجه زياده باش تكون صراحه. ومتابعة للعمليات الجارية والمستمرة في منطقة حيث يتواجد الطفل داخل البئر، ينضم إلينا مجددا من منطقة الحادث الصحفي محمد سعيد السوسي. محمد، ما الجديد لديك حتى الآن؟ الآن في محيط مربع العمليات، هناك الآلاف يرفعون التكبيرات، يبدو أن العملية تقترب من لحظاتها الأخيرة. ربما تسمعون التكبيرات من آلاف الحناجر المحيطة بمربع العمليات. يبدو أننا وصلنا إلى نهاية عملية الإنقاذ. حاليا يجري إدخال الكرة الحديدية في النفق، ودخل ويدخل معها يعني فرق الإنقاذ. يعني اذا هذا الانبوب، انبوب الصهريج، بداوا يحركوه الى الداخل. نعم، لذلك علت التكبيرات في محيط المكان. وماذا عن الاشخاص الذين يعني هم داخل النفق؟ اكيد هناك اشخاص مسحون توبوغرافيون يعني تكنيون ليحددوا المكان بدقه، ومعهم افراد من الوقايه المدنيه الذين سيعملون على انتشال الطفل ريان لنقله على وجه السرعه بواسطه سياره اسعاف، لاخراجه من هنا في سياره اسعاف، ومن بعد ذلك نقله عبر طائره عموديه للاسعاف نحو اقرب مستشفى في المنطقه. يعني انا لا اعلم محمد يعني انت اين متواجد، ولكن يعني هل هذا يعني ان عمليه الحفر تمت نهائيا والان بداوا في المرحله التاليه للوصول الى نقطه الصفر عند الطفل؟